تمام، وقت ملل له. سؤال كتير حبيته وكتير تكرر، هل المناكير يعتبر اكسسوار؟ هلا اذا انت تاركه اظافرك زي هيك بلين مش عامله فيهم اشي ولا منكريتهم، يعني على ما هم حالتهم لا يعتبر اكسسوار، اوكي؟ ولكن اذا بتلاحظي بالفتره الاخيره بالفاشن وخصوصا الكوزمتيك فاشن اللي هي بتندرج تحت مظله الفاشن ككل، صار كتير يتفننوا بالاظافر ويعتبر المناكير اكسسوار. كل ما كانوا ملفتين للنظر اكثر يعتبروا اكسسوار، كل ما كانوا الاظافر اطول لونهم مميز يعتبروا اكسسوار. بتعرفي هلا بالصالونات والبيوتي سنترز كتير قاعدين بيركزوا على هي السيرفس او هي الخدمه، بخلوكي تختاري شكل الاظافر اللي بدك اياه، طول الاظافر اللي بدك اياه، لون الاظافر اللي بدك اياه، بشكل انه احيانا لما تعملي اظافرك ما بتحتاج تلبسي اكسسوارات ثانيه، عرفتي؟ فنعم اذا كانت اظافرك ملفت للانتباه ولونها ملفت للانتباه وشابها ملفت للانتباه، نعم هي تعتبر اكسسوار. اللون الابيض بتخافي منه ليه؟ ليه؟ بالعكس بالعكس، اللون الابيض من اجمل الالوان. بتعرفوا هو صح لون بخيل يعني، وصح انه لون بتحسي بياخذ من جمال الست ومن ماويتها، بس اذا لبستي بلوزه بيضة كانت الكت تبعتها كتير حلوه ودرجه اللون الابيض كانت مناسبه لبشرتك، من اجمل الالوان على فكره، هيك فيه كيس فيه انوثه بحسه، عرفتي؟ فبالعكس ما تخافي من اللون الابيض، بس اختاري الدرجه الصح من اللون الابيض والقصه الصح للاوتفيت، قطع الملابس اللي انت لابستها، اوكي؟ صبيه اللي سالتني عن ستايل كويت لكجري، اذا ممكن لبس المحجبات يكون نفس هاد؟ طبعا طبعا 100% اكيد. اصلا ستايل الكويت لكجري او ستايل الاغنياء جدا بطبعه محتشم، عرفتي؟ فكتير بناسب المحجبات وكتير انيق بيطلع، خصوصا انه المحجبات موضوع تنسيق الشالة او يعني كيف تلبقي لون الشال او الحجاب على الاوتفيت كتير فيه تحدي، فستايل الكويت لكجري ممكن كتير يساعده على فكرة. تمام، هلا في سؤال كتير 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 مهم، اجاوب لو سمحتي. شو هي الالوان المحايدة؟ يعني مثال عندك ناس بتقول انه اللون الازرق السماوي او البيبي بلو هو محايد، وفي ناس بتقول الزيتي محايد. بصراحه هذا الشيء كثير بيحير، ممكن تساعديني وشكرا على محتواك الجميل. طيب شوفوا، الالوان المحايده يا صبايا هي بالاصل وفي الاساس هي اربعه الوان، هي الابيض والاسود والرمادي والبني. ليش هاي الالوان المحايده او لماذا تسمى بالالوان المحايده؟ لانه هاي الوان درجه نقاء اللون 100% اللي هو بسموها باللغه الانجليزيه الهيلو، اوكي؟ يعني اللون لما تحكي لون ابيض هو 100% لون ابيض صافي، مش داخل فيه اي شائبه ولا اي لون ثاني، اوكي؟ هلا الالوان الثانيه اللي بنحكي عنها اللي هي مثل الزيتي البيبي بلو، هاي الالوان كلياتها شبه محايده بالاصل، يعني درجه نقائها قريبه جدا من نقاء الالوان المحايده الاصليه، عرفتوا؟ بس مش 100% نقية، ولكن تندرج تحت الألوان المحايدة، أوكي؟ كان صعب عليك بثلاث ثواني تقولي إنه الرمادي بتماشى مع كل الألوان؟ لا، ما كانش صعب علي أحكي إنه الرمادي بتماشى مع كل الألوان، ولكن إذا بحكي هيك بكون عم بحكي لكم شيء غلط، شيء مش صح. ارجعي لهذا الفيديو بتعرفي إنه أنا مو ذاكرة كل الألوان، ولكن أنا كتير باختصريت لك هذا الفيديو بمجموعة من الألوان أكثر تناسباً مع اللون الرمادي، أوكي؟ ودرس كتير منيح قبل ما تكتب التعليق. أختي شرحك جميل جداً بس ضيعتينا بالإنجليزي. والله والله ولا ضيعتكم ولا إشي يا جماعة، والله العظيم إنه شوفوا أحياناً في بعض المصطلحات ما بنفع أحكيها بالعربي، ما في إلها ترجمة أصلاً بالعربي، هاي واحد، فبحاول قدر الإمكان إنه ألاقي لها ترجمة قريبة على أساس إنه تفهموا الكونسبت كامل، أوكي؟ أو المصطلح كامل، هاي نقطة. النقطة الثانية، أنا بدي إياكم تصيروا تعرفوا هاي المصطلحات، يعني بدي اياكم لما تصيروا تسمعوا هاي المصطلحات او هاي المفردات بالفاشن شوز وبالفاشن ويكس وبالفاشن ايفنتس وبالجالا وما بعرف شو، تصيروا اعرفوا معناها، لا تضلوا غشيمين، اوكي؟ فمو غلط انك تتعلم مصطلحات جديده، مو غلط انه توسعي دائره ثقافتك من ناحيه الفاشن، اوكي؟ كرشتي شلون اخفيها؟ استغفر الله. عامله فيديو طبعا انا وفيه عطيتك تريكس كيف تخبي البطن او الكرش، ارجعي له هذا الفيديو كتير رح يفيدك. الصبيل بتسألني هل عندك انستغرام؟ يس عندي انستغرام، إذا عندك أي سؤال تقدر تبعتيلي وبرد عليك. أوكي، في عندي شورت، هل الألوان بتشمل المناكير كمان؟ نعم
إذا أنت بشرتك دافية أو باردة أو محايدة، وأنا عطيتك ليست بالألوان اللي بتلبق لكل لون أو نوع بشرة، نعم يشمل المناكير، لأنه بتلاحظي في أنواع مناكير أو ألوان مناكير بتسود إيديكي، وفي ألوان مناكير تبرز جمال إيديكي، فنعم اختاري لون المناكير حسب نوع بشرتك. أوكي؟ شرح دائرة الألوان وكيفية اختيار الألوان المقابلة والمحايدة بشكل مفصل ومثلث الألوان كثير شرحت الموضوع، يعني رح أحط لكم بالدسكريبشن بوكس اللينكات تبعت الفيديوهات اللي بشرح فيها عن دائرة الألوان وكيف استخدامها وتنسيق الألوان مع بعض، لأنه ما أظن إنه حدا شرحه بالبساطة اللي أنا شرحيتها، كثير رح تستفيدي. أوكي؟ بس أنتي شوفي الفيديوهات كثير منيح، كثير رح يفرق معك بلبسك. أنتي جميلة، شكرا كثير، كل لون يراك بعين طبعه. أنا جسمي شكل كمثرة وعندي بنطلون وايد لك أعمل فيه إيه؟ الجسم الكمثرة اللي هو الجسم اللي على شكل إجاصة أو الجسم اللي على شكل مثلث، أغلب أنواع البناطيل على فكرة بيلبق على جسمك. هلا أنا ما بعرف شو مشكلة البنطلون اللي عندك بالضبط، بس في حال رحتي بدك تجددي بناطيل جينز أو على المحل بدك تشتري، جربي أي نوع من الأنواع المذكورة بالفيديو، إلا واحد منهم يزبط على شكل جسمك، لأنه فعلياً أغلبهم بزبطوا على شكل جسمك. أوكي؟ الصبية اللي بتقول لي من هذا المنبر ممكن تعملينا فيديو كيف نلبس ملابس الخاصة بالمناسبات للجامعة للسهرة للبيت. أنا أوريدي عندي بلاي ليست كاملة بتقدر ترجعي لها، فيها أكثر من نوع ستايل، وإذا حابين رح أستمر بهاي السلسلة اللي هو الستايل الكاجوال، البزنس كاجوال، السمارت كاجوال، الإجي، عاملة أكثر من ستايل، بس إذا حابين بكملكم فيها. وحاملة حتى لطالبات الجامعة للبارتي ممكن أعملكم. أوكي هلأ شوفوا الصبايا اللي بيسألوني إنه مثلا عندي، أنا هون بعطيكي أساسيات، بعطيكي بيسكس كيف تلبسي، كيف تنسقي ملابسك، كيف تنسقي ألوان ملابسك مع بعض، ولكن هذا النوع من الأسئلة إذا ما شفت بالواقع اللبسة كاملة كيف منسقيتها على بعض وشو قطع الملابس اللي مختاريتهم إذا بتناسقوا قصاتهم مع بعض، ما بقدر يعني أعطيك شيء دقيق، عرفتي؟ فأنا هذا النوع من الأسئلة فيه مسؤولية إني أجاوب عليه، عرفتي كيف؟ العين ميزان يا صبايا، إذا ما شفتي بعينك ومن أول مرة أخذتي قرار باللبسة يعني ما بقدر، أنت نفسك خلي عينك ميزانك، دايماً تبعي إحساسك، تبعي حدسك، يعني إذا حسيتي إنه اللبسة فيها شيء غلط لا تلبسيها، عشان الغلط غلط، أنا هيك بنسق، يعني إذا بحس إنه في شيء غلط خلص ما يعني ما ببرر، ما بحكي لا إنه غلط بس تمشي، لا لا، يا يعني اللبسة بتكون ضابطة عليكي وحلوة 100% يا إما غيريها. أوكي عفوا ساعدتك على تنسيق اللون الأبيض، العفو. مع احترامي كلمة إنه ما بينلبس بناطيل، حرية شخصية. هذا على الفيديو السيدات، ملابس السيدات اللي 40 سنة وفوق، شابات بالعمر أكثر من الكبيرات، لا 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 أنت حرة. يعني شوفي أنا هاي الأمور نهائياً ما بدخل فيها أبداً أبداً أبداً. أوكي أنا بعطيكي عموميات، أنا بعطيكي تبس حرة أنت تتقيدي فيها، كان به ما حبيت تتقيدي فيها، ما شفتيها مناسبة لك كمان أنت حرة، يعني it's up to you. أوكي بس أنا هاي القصص نهائياً ما بأخذها بعين الاعتبار ولا بدخل فيها. حبيباتي كل التعليقات الحلوة، حبيباتي أنتوا عن جد كتير بنبسط، كتير بنبسط صبايا لما بنات يكتبوا لي تعليقات إنه إحنا من بعد ما صرنا نشوف قناتك وبعد ما صرنا نغير طريقتنا باللبس والألوان إنه كل الناس اللي بتشوفنا بيحكوا لنا إنه محلوين أو فيكم شيء متغير، كتير بنبسط من هذا الشيء بصراحة، الحمد لله رب العالمين. ما كل الكبيرات بيقدروا يتقيدوا بلبس معين، الأهم يكون شيء راضي عليه ومرتاح فيه. أكيد أكيد أنا مع بصراحة، طبعا طبعا أهم شيء راحتك، أهم شيء الملابس اللي أنت لابسيتها تحسسك بالثقة، عرفتي؟ عندي جاكيت كت هل الموضة راحت؟ لا لا لا، شوفي طول ما إنه قطعة الملابس حلوة عليكي، طول ما إنه قطعة الملابس ووضعها العام كويس، يعني مش مهترية، مش ممزعة، مش كحت لونها، مش ملبوس كتير، عرفتي؟ البسيها إذا حلوة عليكي، حتى بغض النظر عن الموضة اللي نازلة لا تقيد الموضة، عرفتي؟ أهم شيء قطع الملابس تكون حلوة عليك، أهم شيء إنها تبرز جمالك، إذا كنت مرتاحة بهاي القطعة وحالتها العامة كويسة
بالعكس اعتمديها. هذا كان فيديو اليوم، وكنت حابة هيك أجاوب شوي على كم من سؤال من أسئلتكم. أتمنى تكونوا استفدتوا، وأتمنى عن جد إنكم ترجعوا للفيديوهات اللي قبل وتحضروها وتشوفوها، ولا تنسوا إنكم تشتركوا بالقناة وتضغطوا زر الإعجاب وتشاركوا هذا الفيديو مع صحباتكم مع أهلكم مع أي صبايا بتعرفوهم عشان الكل يستفيد. بشوفكم.